مرحبا. اليوم احنا بالحلقة الثامنة من ممكن، وعم نحكي عن النقل المشترك، والأخص هو النقل بالقطارات أو الترين. رح منفرجي انه نحنا كان عنا تاريخ فظيع بموضوع النقل بالترينات، توقف كله سنة 95، ورح نحكي كمان ليش كتير مهم انه نرجع نرد هيدي المواصلات إذا بدنا نعمل أي نهوض اقتصادي أو أي نهوض صناعي. معنا اليوم خبير بموضوع النقل المشترك، الصديق والزميل والرفيق بتحالف وطني، كارلوس نفاع. أهلا وسهلا فيك كارلوس. أنت اندستريال انجينير، عندك خبرة طويلة بالأوتوموتيف سيكتور، وإلك من عضو بجمعية ترين ترين من 2015، وأنت رئيس جمعية ترين ترين من 2018. دونك إلك 7 سنين تقريبا عم بتلاحق ملف النقل المشترك، وخصوصي موضوع سكك الترين. أهلا وسهلا فيك. شكر كتير كبير لإلك زياد أنك فتحت هالبلاتفورم، سميته ممكن بزمن عم بيحسسوا الناس انه لا شيء انه ممكن. كل شيء ما يقوس منه 100%. فهذا الشكر الكبير، وخاصه لانك عم تدق بكل المواضيع يلي حقيقه ممكن نجعل منها فرصه كتير كبيره للخروج من الانهيار اللي عم نعيشه نحو شيء اجمل بكتير حتى من اللي كنا عايشينه قبل، لانه كنا عايشينه قبل وصلنا له. على فكرة ليك اكتشفت بكل الحلقات اللي عم بعملها، يعني هالخبر اللي كنت قاعد احكي انا وياهم، يعني هن ثلاث ارباعهم اصدقائي مثلك، يعني وهيك يعني كل واحد انشغل باشغاله، بس بترجع بتقعد معهم وبتحكي بتشوف شو عم يشتغلوا وشو، بتشوف انه لك والله منا العملية مش صريخ على القمر، يعني القصة بدها شوية نية وشوية نخوة، وفي كتير اشياء بتنعمل. بدي اقول لك حتى الصريخ على القمر ممكن، وهذا الهاجازيان بعده المجسم موجود لبنيز راكت سوسايتي اكيد 100%. الارض واحد، ارض اثنين، ارض ثلاثة قطع الغلاف الجوي ونزل بالمياه القبرصية، مزبوط. فبالتالي حتى الصواريخ على القمر من لبنان ممكن. تسلم. صدقني هيدا يلي نحن اليوم الناس والشباب والصبايا بالذات لازم يعرفوا انه حقيقة عم بيخبوها عنهم، لانه ما بدهم اياهم هون، بدهم يقودوا مجتمع فيه شيخوخة اسهل لهم يقدروا يضبطوا زواريب مناطقية، ما بيقدروا يضبطوا طاقة خلاقة شبابية من صبايا وشباب خلاقين قادرين يبنوا لبنان. مطرح ما حتكونوا بالاغتراب، مطرح ما هجروكم، أنا بقولكم ممكن، ومطرح ما بعدكم بجزرين بضياعكم أو بمدنكم بلبنان، أنا بقولكم ممكن. حطوا الكتف على الكتف وما تخلوا حدا يسرق منكم الحلم. معك حق. طيب كارلوس، بدي منك تعملنا استوريك صغير على سكك الترين بلبنان، وليش كتير مهم لأي نهوض اقتصادي انه يكون عندنا نقل رخيص. بكتير اختصار سريع، 1888 بيقع بايدنا وثيقة من الارشيف الدبلوماسي الفرنسي، مخططات لسكك الحديد بالسلطنة العثمانية بما يسمى نير ايست او الشرق الادنى، يعني عم نحكي عن ما يعرف اليوم بلبنان وفلسطين وسوريا والعراق. وبالتالي المنافسة كانت على أشدها بين هالدولتين، وخاصة أن السلطان عبد الحميد فتح إمكانية للدول الأجنبية الأوروبية بالذات أنه تعمل استثمارات بالسلطنة يعمل نهضة اقتصادية، ومنهم كان خط الحجاز يلي نفذوه الألمان بتمويل ألماني من الدويتش بانك، وبالتالي كان أيضا خط بيروت دمشق يلي تنفذ باستثمارات أغلبيتها كان فرنسية، كان برعاها الكونت إدموند بيرتوي وحسن بيهام ويوسف بيك مطران. للمفارقة التاريخية بأربع آب 1895 أول قطار نقل بضايع من مرفق بيروت على دمشق. واو. أربع آب. أربع آب. موثقة بوثيقة رسالة بكتبها جورجي ديمتري سيسو لا مستشرق ألماني، بيقول له أجردوي اليوم أنا عم باخد البرمير ترام بيطلع على دمشق عبرية،
وهالوثيقة موجودة بكتاب جورج ديمتري سيرسو يلي ألفه البروفيسور سعيد شعيا المتخصص بالتاريخ القرن التاسع عشر الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي جبنا هالوثيق من البروفيسور شعيا واكتشفنا أنه بأربعة آب للأسف كان أول مرة بربط مرفق بيروت عبر القطار بدمشق مرورا بالباع. كانت الرحلة قبل للبضايع من مرفق بيروت على دمشق تاخد أربعة أيام بالوسائل النقل بالبر على وسائل النقل التقليدية يعني على الحيوانات على البغال. أيوة. على البغال كرمال هيك في خانات على طريق دمشق القديمة بيبدلوا البغال بالخانات تاخدوا بغال جديدة تكمل يجروا الحمولة والبضائع مع الترام بثمان ساعات. واو. فقفزنا من أربعة أيام لثمان ساعات وهون كان في إمباكت كتير كبير كان في أثر كتير كبير اقتصادي واجتماعي ونهضت بيروت من جديد من بعد ما كانت مصنفة بالمدن العثمانية تصنيف درجة ثالثة ارتفعت للتصنيف الدرجة الثانية لأنه اجت الناس من الإسكندرية من حيفا من بغداد مثل بيت بغدادي ليش من بيروت هن بيت بغدادي بيت اسطنبولي اجوا من حلب اجت العالم من كل المنطقة صارت هي الجاذب اقتصادي جديد وفتحت المصارف وصار في نهضة اقتصادية كتير ضخمة. بال 1891 تم افتتاح مرفق بيروت من بعد ما تم تجديده وتوسعته 1895 4 اب اول قطار شحنة. أيوة. وبالتالي ان بتوين فتح الجرون سراي تبع صوفر يلي كمان محطه ترام توقف قدامه وايضا خلقت حمدون المحطه خلقت صوفر اللي بنعرفها اليوم فخلقت كتير بلدات وقرى واصبحت رياء مثل ما سميها الكايزر فيلهم يلي اجى زار المنطقه سميها اعطاها نيك نيم عاصمه القطارات في الشرق الادنى لانه كانت يتصنع برياء السبير بارتس تبع الترنات وتبع قطع الطيارات بمطار رياء. كان برياء عندنا ما يشبه المنطقه الحره البضائع كان يجوا التجار من كل الشرق الادنى عرية يشتروا بضائعهم اللي تبقى مشحونه من مرفق بيروت ويعود توزيع يا بخط رياء بعلبك حمص وبتروح باتجاه سوريا ويا بتروح باتجاه الاردن بخط الحجاز. أمتين بلشوا يطلعوا على الشمال يعني الخط بيروت طرابلس أمتين صح. لأنه الاقتصاد كان تنافسي بقلب السلطنة العثمانية والمدن كانت تتنافس مع بعضها طرابلس كانت هي بالدرجة الثانية سقطت للدرجة الثالثة بسبب افتتاح خط بيروت الشام. أهالي طرابلس المتمولين والتجار أنشأوا صندوق بال 1901 وهالصندوق عملوا فيه استثمارات وأنشأوا خط سكة المينا الأسكالي ما يعرف بالمينا اليوم يعني من مرفق طرابلس لا حمص من حسابهم من جيبتهم. واو. أنشأوا هالسكة الحديد من بعد ما كانوا قبلها عاملين ترامواي بيربط المينا بالبلد بالمدينة جوا من بعد قبلها كمان كانوا عاملين طريق مرصوفة باتجاه معبر العبودية ومعبر العريضة. وبالتالي اجت سكة الحديد ونشأت من طرابلس وافتتحت 1911 وارتبطت بخط الحجاز وعملت من جديد مكانة اقتصادية لطرابلس. للأسف 1917 بسبب الحرب العالمية الأولى جيش العثماني فك السكة من طرابلس لحمص وركبها بالموصل لأسباب عسكرية كان عايز السكة. وال 1920 الفرنسيين عادوا وبنيوا السكة لأسباب اقتصادية لأنه مثل للأسف نحن معودين نشوف حتى لبنان بطلنا نشوفه لبنان صايرين الناس بيشوفوه ضياع ومناطق وأنا من هالمنطقة وأنت من هيك المنطقة. الفرنسيين كانوا شايفين المنطقة واحدة فبالتالي كانوا شايفين أنه مرفق طرابلس مرفق حيوي للعراق ولسوريا وللأردن وبسبب سهولة الأرض وحتى كان أسرع أنك تروح من البرمة تبعيت بيروت دمشق لأنه صارت الترنات عم تتطور وعم تسرع أكتر وبتقدر تروح بس يكون فلات عندك أرض جالسة بتقدر تروح بسرعة أكبر. بال 1942 صار حدث كتير كبير أثر على طرابلس وعلى بيروت إيجابيا بشكل كتير كبير أنه بسبب الحرب العالمية الثانية هالمرة الجيش الإنجليزي الفرقة الأسترالية بنيوا الخط سكك الحديد لأسباب عسكرية من حيفا مرورا ببيروت وصولا لطرابلس فأصبح عندنا خط بيوصل أفريقيا من مصر مرورا بفلسطين لبنان سوريا اسطنبول وبالتالي صار عندنا كملوا الخط صار عندنا التورس والأورنت إكسبرس الشهير يجوا يربطوا القارات الثلاثة وهذا الخط توقف ب 48 لما تم تفجير الأنفاق بالناقورة من قبل عصابات الصهيونية الهجانة بوقتها
كرمال يقطعوا، وهذا مخالف للقانون الدولي. وللأسف الحكومات المتعاقبة بلبنان وبمصر يمكن ما كان عندهم الحكمة أو الرؤية بالقانون الدولي وبشريعة حقوق الإنسان وبشريعة الأمم المتحدة. المادة 13 حق التنقل هو حق بكرسه القانون الدولي، وبالتالي بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا كان الترين ضلوا ماشي رغم الحرب الباردة، بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية الترين كان ضلوا ماشي بإجراءات أمنية كتير معقدة، بس كان يضلوا ماشي لأنه حق التنقل حق مقدس بالقانون الدولي. إلا نحن للأسف ما طالبت الحكومات المتعاقبة العربية بكل الدول أنه نحافظ على حقنا بالمرور بفلسطين المحتلة بسكة الحديد باتجاه مصر، ولو كان بترام بلش ببيك، بترام ممنوع تطلع منه، ممنوع يوقف أو ما بيوقف، يعني لو كان بإجراءات أمنية ولو كان تحت سيادة الأمم المتحدة. للأسف ما طالبوا بهذا الشيء، وبالتالي انقطعت القارات عن بعضها، بطل في تواصل بري بين أفريقيا وبين آسيا يعني اللي احنا نشغل القسم الغربي تبعها وبين أوروبا. ونحن بال2003 وقع لبنان ضمن هالرؤية للمنطقة، وقع لبنان ما يسمى بالإسكوا كوريدور بال2003، أنه جهز البنى التحتية تبعه تيرتبط بالإسكوا كوريدور. هني ممرات برعاية الإسكوا تحت سيادة الإسكوا لازم يفتتحوا بال2025. للأسف لبنان ما عمل شيء لليوم. كل الدول اللي حوالينا رغم الحرب مطلوب منك ان نبني البنى التحتيه بسكك الحديد، مد السكك يعني تنكون مربوطين من جديد الخطوط. مربوطين من جديد بالاردن، مربوطين من جديد بسوريا والعراق، ومربوطين بالخليج، لانه الاسكوا كوريدور بيجعلوا ربط دول الخليج السعوديه والكويت وكلها بيربطوها ببغداد وبيربطوها بالاردن، وبذات الوقت بيربطوها بسوريا. ففي عندك عده مواصلات اساسيه ببغداد بتفتح المنطقة باتجاه لبنان وسوريا. يعني نحن بكرة بصير فينا نصدر بضايعنا بالترين فيا الخط نحنا السوري. لازم نحن السعودية. نحن مش بحاجة لناخذ 3 مليار شحادة من الاي ام اف بشروط تعجيزية. نحن بحاجة يكون عندنا سيدات ورجال دولة قادرين حقيقة يتخذوا القرار ويبنوا سكك الحديد ويبنوا الاتفاقيات اللازمة مع السوريين والعراقيين والأردنيين بمحيطنا تنرتبط بالسكك اللي بعدها شغالة بسوريا رغم الحرب. وسوريا رغم الحرب اللي عم تعيشها والدمار القاطع فيه، سنة الماضية افتتحوا خط ب 342 كيلومتر ربط الساحل السوري بالألمون الشرقي لنقل الحبوب على الإهراءات بالألمون الشرقي. وبالتالي كمان هيدي هم ملاحظة، الإهراءات بالألمون الشرقي بسوريا ليش؟ لأنه طقس جاف وإمكانية تخزين الحبوب بطريقة نوعية أحسن. بنوعية أحسن، بينما نحن بالسلسلة الشرقية تبعنا وكأنه مش لبنان، بنحط الأهراءات على البحر تا يدزع القمح مع رطوبة والملح هوا المالح. فدائما التفكير كتير شورت تيرم، وعطول بدهم فاست وين، بدهم اياها حد البيت للجامعة والإهراءات حد البيت وبدهم كل شيء والمستشفى حد البيت. ما في عنا حقيقة هالفضاء الواسع بالتفكير، ما قادرين نقشع لبنان الأكبر، مش بس لبنان الكبير، لبنان بس لك لبنان الأكبر يعني لبنان اللي بمغتربينه بمهجرينه بكل طاقاته الموجودة بكل العالم. نحن قادرين نعمل بلد فيرتشوال موجود بكل الجلوب حقيقة لما نكون عم نحافظ على كرامة الإنسان ونسعى أنه بكل مشاريعنا يكون عندنا أبروش وطني إنساني جلوبال إنساني، ما نقول لا منميز لا بالعرق ولا بالجنسية ولا باللون ولا بأي نوع من التمييز ولا التمييز الجندري ولا أي نوع من التمييز اللي عم نعيشه. لما نبلش نفكر هيك بنكون بلشنا نفكر مش بتكنيكال بروجكت، مش بمشاريع تقنية. المشكلة بلبنان منه التقنية، المشكلة بلبنان هي الرؤية مريضة، الدماغ اللي عم بفكر الدماغ مريض. زعم الحرب اللي تعودوا يسيطروا على مناطق صغيرة وعزوري بصغيرة، هن للأسف حكموا وحكمناهم من التسعين لليوم، ما بيقدروا يفكروا برؤية كتير كبيرة. ما قادرين يقشعوا. لفتني كتير، لفتني انك عم بتقول انه وين ما بنعمل خط ترين بيصير في ازدهار اقتصادي. وبتعرف انه نحن كل همنا هو انه نأمن كل السبل وكل المتطلبات، لانه مضطرين نعمل نهوض اقتصادي ولا نحن رايحين على ارتطام كتير كبير عواقبه يعني ما بحب فكر فيها ابدا لانه كتير وخيمة رح تكون. انتو عاملين ماستر بلان لكل البلد من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، عنا صورة عنه هون.
صحيح نحن عملنا مخطط توجيهي وطني لسكك الحديد، ولأنه ما منلاقي أنه مثل ما عم أقول لك بنعمل مشاريع بالمفرق، وبس قلنا مخطط وطني لسكك الحديد يعني عم نطلع برؤية شاملة تغطي التريتوار كله، نغطي التريتوار ونرجع نبحث عن هوية البلد. يعني شو هو هوية البلد على أساسها بتعمل النقل. إذا بدك بلد متقوقع بتعمل شبكة نقل متقوقعة غير منفتحة. بدك بلد مركزي، بعطيك مثل الفرق بين سكك الحديد بباريس بفرنسا وسكك الحديد بألمانيا. سكك حديد فرنسا هي مركزية بسبب النظام المركزي كله بباريس. إذا بدك تروح من الشمال لجنوب من الغرب للشرق بفرنسا بدك تقطع بمحطات باريس الأساسية. بينما بألمانيا الشبكة فيدرالية لا مركزية، تقدر تروح من الشمال لجنوب من أي منطقة لأي منطقة من دون ما تضطر تقطع بالعاصمة، لا برلين ولا بون ولا شيء. فهي اللا مركزية عطت قوة لألمانيا، حتى إذا أنت اليوم بدك تجي تعتدي على سكة حديد لا مركزية ما بتتعطل، ما بتشلها كلها، ما بتقدر تشلها، بتضلها تتحرك. بينما بينما كافي أنك توقف مظاهرة بمحطة مركزية مثل باريس بتنشل سكك الحديد بكل فرنسا. فنحن بمخطط الوطن اللي عملناه وبناء للدستور الطائف اللي بيحكي عن اللامركزية الإدارية، رحنا واشتغلنا بلامركزية نقل نحو اللامركزية الاقتصادية بطريقة نرجع نفلش هالمجتمع، نعطيه إمكانية يتجذر بقرى، يتجذر ببلدته، ترجع المدن تاخد دورة الاقتصادية، ترجع طرابلس وصيدا وبعلبك وزحلي ومرجعيون ياخدوا مطرحهم بالاجتماع وبالاقتصاد وبالسياسة عبر شبكة نقل لامركزية قادرة تترابط مع بعض البعض. وكمان هيك بس نقول مخطط توجيهي معناتها انت عم تخطط لقدام، فهذا هذا 25 سنه، هذا المخطط بيطال لبنان على 60 سنه، بنيناه على معطيات 60 سنه لقدام. بنيو بوجه لهم تحيه لياس ابو مراد مهندس تخطيط مدني، جوانا ملكوم مهندس تخطيط مدني، متخصصين مع فريق عملهم من صبايا وشباب لبنانيه شاغلين بسكك حديد الخليج بعده دول، بالامارات بالسعوديه، من شباب وصبايا لبنانيه شاغلين بفرنسا وبالمانيا وبسويسرا وبعده الدول الاوروبيه. فالدياسبورا او انا بحب اعطيهم التوصيف الحقيقي، المهجرين اللبنانيين اللي عايشين برات لبنان، لانه ما حدا فل وترك حضن امه بطيبه، ولا حدا ترك عائلته بطيبه. هل هالشباب والصبايا اللي هاجروا من لبنان بخبراتهم، نحن بالجمعية عملنا هالكول اوف ديوتي، هالنداء التطوعي، وحقيقة تطوعوا وما كلفنا ولا قرش، وقدمناه ب 30 آب 2019 من غرفة الصناعة والتجارة بترالوس، قدمناه هبة للحكومة اللبنانية. نتفاجأ مثل العادة ما في استمرارية بالحكم، بيجي وزير بفل العاشق بيجي المشتاق، بيجي الوزير الجديد ببلاش لك من الصفر، الوزير نجار ما عمل شيء، ما عمل أي خطوة تجاه الموضوع المخطط التوجيهي، الوزير الحالي علي حمية للأسف نتفاجأ بيطلب مساعدة مالية من الحكومة الإسبانية تا يعمل مخطط توجيهي ما دجا موجود. لازم كان يتفضل يستعمل الموجود ويقلع منه ويروح على الفاز 2 اللي هي أنه الحكومة تقرر الأولويات، والفاز 3 يروحوا على بس يقرروا أي خط من هالخطوط اللي حنشرحها هلأ هو أولوية بالنسبة لنهضة لبنان الاقتصادية وحل أزمة التنقل للناس مع انهيار سعر الصرف وارتفاع سعر المحروقات. النقل صار بلوي 100%، وهذا عم يشل الاقتصاد. اليوم أنت الخس إذا بتجيبها من القاع او كرتونة البيض او اي منتج زراعي بتجيبه من عكار او من جنوب، ما فيك تجيبه بقى على بيروت، صار بيكلف اربع مرات عن اللي انا حساب اكثر من كلفه انتاجه. يعني اذا يعني مش فيك تبيعه، يعني بقىش فيك تبيعه، وبالتالي صارت المنتجات ببيروت كتير غاليه، وحتى المزارع ما بقى قادر يبيع انتاجه، فبيكسد الانتاج بوجهه لانه صار كتير غالي. فبالتالي نحن الحكومه اللي بتقرر البرايورتيز للاسف غايبين عن الوعي. ان شاء الله الانتخابات اذا تفرز طبعا نحن ليك شو بدي منك. نحن هلا فرجينا المخطط الاجمالي كله عن بعيد، هلا يمكن ما كثير مبين، هلا رح نعمل زوم ان ونفوت عليه ونبلش من اقصى الجنوب ونطلع شوي شوي، وبدي منك كمان تفرجينا كيف عاملين مخطط كتير حلو لموضوع البقاع وكيف وصلتوه ببيروت كمان. نحن بداية منبلش نحن نحن بداية بدي أعطي نقاط بدنا أوراه هون. أي صحيح بدنا أوراه.
بدنا قرى لقلب نحافظ على حقنا بالتنقل باتجاه أفريقيا وعبور فلسطين المحتلة. فبالتالي صرينا أنه بيكون المخطط من آخر حبة تراب بلبنان. بدنا نستثمرها وبدنا نخليها فيها حياة وفيها صمود. أوكي. نطلع من النقورة بالخط الأخضر اللي شايفه هو أوه. خط إيه؟ الخط الأخضر هو الخط ريجيونال، هو الخط المناطقي، يعني هو الخط بيعمل كومبيوتينج باتجاه صيدا وصور والنقورة، وبالتالي الناس قدرة تتحرك بوتيرة أسرع وبكون في قطارات بوتيرة أسرع بين هذه المناطق، بتعمل كوميوتينج بتروح وبتجي، وبتجعل من صور، بتجعل من الزهران وصيدا مناطق ارتكاز اقتصادي للكرة الجبلية، لأنه إحنا مثل ما بنعرف عندنا الساحل وعندنا الداخل اللي هو بجنوب بصير مثل الهلز، تلال صغيرة، يعني حبوش، النبطية، عرب صليم، كل هالضيع هيدي جزين، فكلها تقدر بفيدر باسز، يعني ببساط تغذية يكون في شبكة بسيط تغذية بتغذي على محطات فبالتالي انت ببطل انت بحاجة حقيقة تستعمل سيارتك لما يكون عندك بسيط تغذية بتجي بتقطع بكل الضياع وبتنزل على المحطات على الوقت وقدر بالمحطات تروح وين ما بدك من الدمور باتجاه النقورة بوتيرة سريعة، او اذا بدك تروح بانتر سيتي يعني انت رايح على بيروت فيك تاخد الخط الكحلي اللي شايفينه هالخط الكحلي فيك تاخده اللي بيوقف على المدن الأساسية مثل ما أنك شايف بيوقف بصور بيوقف بالزهراني بصيدا وبالدمور وصولا لبيروت هذا الخط السريع هذا اللي بيوقف بالجامعة اللبنانية إذا منفرج شوي منوطي شوي أي بس بيوقف على بيوقف على مدخل الجامعة اللبنانية مثل ما شايفين لأنه كمان نحن فكرنا أهمية النقل هو مش بس أنك تتنقل أهميته أنه بيرجع بيعطي إمكانات أكاديمية للجامعات يعني أنت الجامعة البحرية فيك تعملها بطرابلس لعلوم البحار جامعة السياحة فيك تعملها بصور جامعة الزراعة فيك تعملها بزحلة الجامعة الطب فيك تعملها ببعلبك لما بيكون عندك شبكة نقل عصرية سريعة مثل الشبكة اللي عم نقترحها منكون ساعدنا اللبنانيين يتعرفوا على بعض يتعرفوا على مناطق بعض يدرسوا بجامعة واحدة بتخصصات موجودة بعدة مناطق وبالتالي منشوف انه كمان وصلنا المطار وصلنا مطار بيروت خاصة ان احنا اليوم للأسف كل الاموال اللي حطت مطار بيروت ما راعت امكانية انك توصل على مطار وتكون موصول بالمدينة بترين لا ولا بوسيلة نقل مشترك يعني كل دول العالم في باص 100% بيوصل في مترو في ترام بيقطع بقلب المطار تياخدك على كل البلد نحن بلبنان هالشيء منه موجود حتى نقل المشترك البدائي منه موجود يعني الباصات مش موجودة فبالتالي ما في إمكانية تاخد من المطار أي منطقة نحن وصلنا مطار بيروت الدولة طيب ليك هذا الخط اللي هون اللي عاملينه هيدا شو هيدا الخط هذا خط هذا خط المترو هيدا خط المترو الدائري خط المترو الدائري بياخدك من المطار بيروت وبياخدك بقلب بيروت كله سوا اوكي فيك تاخده من بيروت فيك تاخده من بيروت فيك اذا انت مثلا تنقول انت مسافر وبيتك بصيدا مثلا فيك تاخد الترام ببيروت وبدك تنزل وتاخد الترين يلي بينزلك على 100% بتاخد الترام من حيال النقطه ببيروت فيك تاخد الترام بينزلك على صيدا وفيك تاخد اكثر من ترام فيك اذا بتشوف الخط الزهر اوكي فيك تاخد هالخط الزهري اذا انت عندك كتير اشي تعملها قبل ما تروح حصيدة وبترجع تاخد الخط الاخضر يلي اللي هو الريجيونال تبع دمور نقورة يعني مش ضروري دايما تاخد الترانس سريع لانه كمان بتكون كلفته اعلى بتكون انت بيرجع الخيارات لك اذا انت مستعجل او مش مستعجل منشوف تحت بجنوب قبل ما نكمل ونطلع لفوق هولي السكك تبعهم كلها موجودة الأرض. إيه. الأرض موجودة. مستملكة جلا هي ملك الدولة. هي ملك مصلحة سكك الحديد ونقل المشترك. وهذه خطورة أنه ما لازم حدا يبحث بإلغاء مصلحة سكك الحديد لأنه متى ألغيناها بتحول الملك من ملك مصلحة سكك الحديد لملك عام. بس يتحول لملك عام. صار كل. انسرق. كل وزير عنده. انسرق يعني حتى المخالفين بيبرروا مخالفاتهم وخاصة أنه أقروا قانون للمخالفات على الملك العام. 100% فبالتالي نحن مهمة كتير هذه نحن ما لازم كل المرشحين يسمعوني لأنه بيجي محامين مدفوشين أوقات نحن بدنا نساعدك خذ هالمشروع القانون بحب يقدم مشاريع قوانين وبيقدمه بسرعة بدون ينتبهوا عدم المس بمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك
يجب إقرار مخطط الوطني اللي قدامكم تعتمدوا الحكومة، يجب البدء بتنفيذ الخطوط حسب حسب الأولويات. التعديات كمان. التعديات الحمد لله كلها ريفرسيبل. قيمتها 3% حوالي 1100 تعدي، يعني الواحد عامل باركينج على السكة سيارته، واحد عامل جنينة بالسكة، واحد حاطط مولد كهرباء، أغلبيتها ريفرسيبل. مشكورة مصلحة السكك الحديد للنقل المشترك الأستاذ زياد نصر مدير العام مع فريق عمله عم بيسطروا محاضر بيحولوها للنيابة العامة المالية، بيطلع عليهم ضبط مخالفة وإزالة مخالفة بكل الأراضي اللبنانية وفقا لإمكانياتهم المحدودة الموجودة هلا. بس بعضهم عم بيشتغلوا وبعضهم عم بينبش بيته. اوكي، بس كنت عم تقلي انه التعديات الكبيره الدوله عملتها على نعم مثل شو وزاره الاشغال. وزاره الاشغال بال95 بيكون الترام بزق الترابه من شكه على بيروت، الطن ب $2.5 كلفه النقل، كلفه النقل للطن الواحد. بيتضرروا اصحاب الشاحنات لانه كانوا بياخذوا $10 على نقل الطن، وبيعملوا شغلهم وبيزوروا نواب مناطقهم وبيضغطوا على وزارة الأشغال وبتاخد قرار بتزفيت الخط الساحلي، يعني من مرمخايل لجوني بزفتوا الخط الساحلي بحجة توسعة أوتوستراد جل الديب، وبيجعلوها الطريق البحرية المؤقت اللي نحن هلأ مزبوط. الناس بتسوقها قبل الـ 11 جاية من جوني عبيروت وبعد الـ 11 الظهر بالقلب. هيدي طريق وزير الأشغال ما بحق له يعمل فيها شيء، مزفتة بس بموجب مذكرة، وهون بدعي الوزير علي حامية يوقف هالمذكرة ويزيلوا الزفت ويرجع يكشفوا سكة الحديد. وهون كمان بحذر اتحاد بلدية المتن يوقف مخالفاته بإعطاء التراخيص لأبني مفتوحة أبوابها باتجاه براح السكة، يعني الرايت أوف واي تبع السكة، لأن كلها هيدي قرارات مخالفة للقانون. مثل شو اسمه هيدا؟ مثل كل ما بدون ما أذكر حد، جولدن بيتش مخالف بده ينشال شقف منه، بده ينشال القسم الشرقي كله لأنه هو مخالف على أرض السكة معمر. شقفة منه على أرض السكية أكيد بده ينزل. طيب سؤال كمان هون، لأنه ما بدنا يعني ما بدنا نخسر كمان الطريق، هل إذا قدرنا مدينا السكة بيضل فينا نعمل ترافيك سيارات ولا بتصير صعبة إذا قسمنا الطريق؟ لا، نحن في إمكانيات تقنية تعمل سيرفيس رود صغيرة بتكون أكيد تنظيمها دقيق وما تكون ما بتكون يعني بالوسيعة الطريق الموجودة هلا، ونكون حافظنا على أرض السكة. بس هن بالمستقبل في مشروع لينار بيعطيهم الاكسس من مالت من بيت الغرب، فهني ما نطروا مشروع لنار وراحوا ركضوا يعمروا هلا، وبالتالي يعملوا اكسس لمالت الشرق، وهذا مخالف للقانون، وهذا بيحملهم هني مسؤوليه التعدي والمخالفه. الاكسس القانوني تبعهم مالت الغرب، مالت الغرب لازم مالت البحر، مالت البحر ممكن يكون في سيرفيس رود مؤقت، ولكن الارض لازم تسترد، وما لازم نروح بخيارات يلي تم اقتراحها سنة 2016 أن يروحوا بإليفيتد ترين، يعني بيعملوا جسر ببلش من المرم خايل بالأشرفية بيخلص الجسر بجوني، يعني عم تحكي عن تقريبا نص مليار دولار بيتون. بس الجماعة addicted، يعني مهووسين مهووسين كسرات وبيتون. ولازم كمان الناس تعرف أنه الإليفيتد ترين كلفة تشغيله اعلى من الاتجريد، يعني كلفه تشغيله اعلى من انك تشغل ترين على الارض مباشره. على كل حال اذا مدينا الترين على الارض على هيدي الطريق البحريه هلا، يعني بعتقد فيك تستغني عن كتير سيارات عم تجي عم تنزل على بيروت، يعني بدل ما تنزل بالسياره بتصير تنزل بالترين. الهدف مش بس نستغني عن السيارات، يعني انا جاي من الاوتوموتيف اندستري، مني عدو للسيارات، وخاصة السيارة عم تتطور وتصير كهربائية وتصير حقيقة عندها إمكانيات بيئية وإمكانيات خدمة. بس ولكن الهدف الأكبر أنه يكون عندك سنس للظهر، عمود فقري للاقتصاد للاجتماع. يعني المجتمع من دون سكك حديد منه مجتمع مترابط بطريقة حقيقية. أعطيك أمثال سريعة، مين من أولاد عائلة الشعب بيروح بالويك أند على وادي خالد يعمل سياحة يقضي ويك اند بالهرمل؟ بيبيزا على بيروت. مين من اولاد اكروم عم بسمي ضيع يمكن عم يسمعوني اللي بيعرفوها منطقه حدوديه اكروم، مين منهم بيروح بيعمل سياحه بصور سبت احد ياخذ عائلته؟ فاذا الناس ما بتعرف بعضها، مش مترابطه بعضها اجتماعيا،
قادرين على التلفزيون تبعيت الميليشيات، كل الميليشيات لانه بعضهم موجودين بالحكم، كل واحد عنده تلفزيون قادر يخبرك عن الاخر صوره هو حابب يوصل لك اياها ويخوفك، نمطيه نمطيه. هولي بياكلوا عالم، هوليك بياكلوا اولاد صغار، هوليك بياكلوا بنات، هوليك بياكلوا ختياريه، كل واحد بيخبرك خبريه السعدان، وبيضلوا المجتمع مفكك وقادرين يسودوا عليه. النقل المترابط والعصري والبيئي بيأمن نهضه اقتصاديه وبيأمن ترابط اجتماعي، يعني وحده حقيقه للهويه. هذا الرقم واحد. رقم اثنين، حقيقه ما بيعود بحاجه احنا لمصرف اسكان، يعني ما بيكون الحل انه نحط ضرائب على الشقق الفاضيه اوتوماتيكيا، بس يصير في شبكه سكك حديد ونقل عصري. المستثمرين العقاريين بيلاقوا انه خساره يستثمروا ببيروت، خساره، لانه الناس بقش بحاجه، بقش في طلب. على كل حال لازم نخفف شوي الضغط على بيروت، بدون ما نعمل، بدون ما انت ما تيجي تخترع عصايه تبع الحكومه وتقعد توجه الاقتصاد بدون توجيه، مجرد تعمل العمل الصح الاقتصاد لحاله بيتموضع صح. فتحت لحاله بيتموضع صح. انا ليش بدي اجي اسكن ببيروت اذا اقدر اتنقل واشتغل باي نقطه بلبنان بطريقه سريعه وبطريقه ولا بدي اسالك يعني على السريع، تنقول انا خي ساكن بطرابلس وانا لسبب من الاسباب عندي شغل ببيروت، انا الكوميوت تبعي اذا بدي اعملها طرابلس بيروت بالترين انا بتاخذ اكثر من 40 دقيقه؟ بتاخذ 45 دقيقه روحه تتنزل على بيروت، وبالتالي ممكن تاخذ حتى ساعه حسب اي خط انت اخذ الاسرع تنقل الخط السريع. اوكي، وبالتالي الاهميه تبعها انك قادر تعمل شغلك. انت قادر باللابتوب تبعك انت وهالساعه نازل فيها من طرابلس على بيروت، عندك واي فاي، عندك قادر تتروق، في بيبقى في مطعم بقلب الفاجونيت، قادر تعمل، قادر تنام، قادر تكون مرتاح، اوكي، قادر تدرس، قادر تحضر لامتحانك، قادر تحضر لعمليه اذا انت طبيب، وبالتالي انت عم تطلع بقطارات حديثه، قادر تكون مرتاح، وبالتالي توصل على محطه، وهذا الاهم، هي عندها مالتي موديلنج ستيشن، قادر توصل على مر بخايل، على ام بي تي، على مطرح. بتكون بالمحطه بيكون في عده انواع من الخدمات، يعني المحطه فيك تاخذ الفيلو تبعك، بهالمحطة فيك تاخد الباص، بهالمحطة فيك تاخد البيداستريين، حتى البيداستريين، انه نحن اليوم انت كيف بدك تمشي بالمدينة، ما بقى في أرصة، ما بقى حقوق للمشاة. فبالتالي نحن لازم ننظر لحق التنقل كحق مقدس، ونعيد حق التنقل من تنقل طفل ماشي على إجري وصولا للتنقل بكل وسائل النقل الحديثة واللي حتيجي من بالمستقبل. فضروري نحن يكون هالنقل مترابط والمحطات قادرة تأمن هالخدمة. دكتور منكمل شوي هون، منكمل شوي، منلاقي عندنا وصلنا، يعني طلعنا من الجامعه اللبنانيه والمطار وصلنا على ان بي تي. هذه ان بي تي هي ان بي تي اللي هي نقوره نقوره بيروت تريبولي. تريبولي اوكي، هاي المحطه اللي هي موجوده اليوم تقريبا منطقه التحويطه النهر على النهر، هن مطرح ما بيعرفوها الناس هلا حاليا في سجن لقوى الامن الداخلي، وفي الاطفائيه، وفي قوة أمنية تانية، وفي ملعب باسكتبول. ايه، هولي 252 ألف متر مربع، أكبر عقار مملوك من مصلحة سكك الحديد، وهذا عقار حيوي لأنه عبره بيتوجه كل خطوط النقل باتجاه البقاع، باتجاه شمال لبنان، باتجاه جنوب لبنان، وبالتالي من هونيك انت قادر تسافر على سوريا، قادر تسافر على مصر، قادر تسافر على بغداد، قادر تسافر. المحطة كتير حيوية، هيدي المحطة قادرة تعمل انماء ضخم لانه المنطقة. لانه انت قادر تبني عليها سكك حديد بقلبها، قادر تبني تاورز بقلبها، في بقلبها شركات، في بقلبها، بدل ما انت اليوم تحبس الناس توصل بدك تروح تعمل معاملة، كل دايره كبينا بمطرح مستاجرين بمطرح بتحطهم بنقطه واحده، وان ستوب شوب، تنزل كراكب من سكه الحديد تطلع بالبنايه. بيعطيك مثل بميونخ انا نزلت من المحطه طلعت على الفندق، يعني بزيت من المحطه، من المحطه ما ظهرت على الشارع. إيه، وبالفندق يعني وبالفندق في مول وفي مطاعم وفي عده، يعني ما ظهرت على الشارع. بعدين هيدي بتخلق، وبالتالي بتفك الفوضى تبع التنقل بقلب المدينه، بقلب بيروت. انت لما تيجي تحط خدمات
حيوية أساسية بمحطات كبيرة مثل مرم خايل مثل MBT أو غيرها. وكمان لما تيجي تعمل يوم بدك تطلع مصاري من المحطات، لما عندنا نحن خط ساحلي مثل ما انا شايف من النقورة بينتهي بالعبودية، بكتير من المطار هذا الخط بيدون لو، يعني هذا الخط الساحلي على الماي بيقطع التران على فقش الموج. انت في محطات قادر تعملها حقيقة أوتيلات سياحية سياحية من النقورة للعبودية، وبالتالي لما يجي السايح على مطار بيروت أو يجي السايح على مرفق بحري أو بمرفق بري قادر ينزل وقادر يشتري خدمة ياخد باكيج ينزل بياخد هالتران ويعمل سياحة بكل الخط الساحلي اللبناني، بدأ ما يكونوا عم بفكروا بتشريع المخالفات على الأماكن البحرية، يروحوا فكروا كيف بكون زلوها وكيف تردوا البحر للناس. هيدا يعني لبنان الجديد ما لازم يكون بيشبه أبدا تخلفكم أنتوا زعماء الحرب، ما لازم يشبه تخلفكم أنتوا عبيد زعماء الحرب. خلصنا بقى، وعوه شيلوا بقى هالبرقع عن عيونكم وخليه يفتحوا عيونكم. كارلوس ما بقى عندنا خط عندنا الخط التاريخي تركينو، عندنا الخط التاريخي بيطلع على البقاع تركينو اللي عمل عليه سلسله مطاعم تاريخيه بيضل التران افابور، بنكمل بالخط الكحلي اللي شايفينه بيطلع على طرابلس ديركت دبي بيمرق بجوني نهر الموت دبي جوني جبال البترون شكا طرابلس طرابلس، هذا الخط السريع اللي بيكون وصلنا طرابلس بصور. وبالتالي زيت الوقت اذا بتلاحظ الخط الاخضر بيربط مطار القليعات بمنطقه البترون تيعمل كوميوتينج، بيعمل حركه اقتصاديه واجتماعيه، يرد طرابلس مدينه المدن بالمنطقه هناك يرجع. انت ما بعرف اذا خبرتك انه نحن عم نشتغل على يعني احدى اهم نقاط بالنهوض الاقتصادي هو انك تلغي الاحتكارات، ورح نلغي احتكار انه عندنا بس مطار واحد، واكيد نلغي احتكار انه بس عندنا شركه طيران وحده، وخليهم يتنافسوا مع بعض بالمخطط التوجيهي. بتشوف انه الاحتكارات كلها ازيلت، لانه مثل ما قلت لك مخطط لا مركزي، بنلاقي هالمطار كنت خبرتك تحت الهواء قبل ما نبلش الحلقه انه هالمطار فكرنا فيه يكون للاي تريدينج للتجاره الالكترونيه، بيكون عندنا وير هاوسز للاي كوميرس، بيكون عندنا هالتجاره الالكترونيه عندنا وير هاوسز عندها هنجرات تخزين لأمازون لعلي بابا لكل هالشركات الضخمة، وخاصة مش موجود بكل حوض البحر المتوسط بعد هالخدمة. نحن قادرين نخلق هالمطار يكون عم يقدم هالخدمة مرتبط، وصلنا سكة الحديد على المطار، وبتكمل سكة الحديد على العبودية على حمص على سوريا، وكمان بتقطع على البيات من طلع عباس بتروح على الأبيات بتقطع ببيز تانل على الهرميل على الأرض. يعني عم نبحث هون تونيل بقلب الجبل، تونيل بقلب الجبل بيربط الهرميل والقاع وراس بعلبك بيجي عالن حقيقة شمال لبنان. مزبوط، هني ولاد شمال شمال لبنان. فبالتالي هالبدعة وهي هاي المنطقة معزولة هلأ تقريبا، يعني بحكم الجغرافيا حتى بحكم الجغرافيا نحن بنكون فكينا هالعزل بالترين، وأكتر من هيك فتحنا إمكانية يكون في صناعات مجمع صناعات غذائية بمنطقة الهرمل القاع، وبالتالي هالسهل الخصيب هونيك بيكون قادر الانتاج تبعه الانتاج تبعه محلية. على امتار يوصل مثلا، هذا بخفف كلفة الانتاج وبرحلة كتير بسيطة قادر ينزل على مرفق طرابلس ويصدر بحرا، او يكمل لما ان شاء الله بيصير في سلام بالمنطقة يكمل باتجاه حمص والعراق، بنكون احنا جاهزين وهالاسواق هيدي، وبكون حقيقة عملنا انماء لأهل المنطقة. يعني بالفعل مش بالحكي، يعني هلأ بالانتخابات تعرف نسمع كتير شعارات وبي حكي للناس، لا نحن بالمخطط التوجيهي فكرة جروسو مودو ما بدي رقم كتير هيدا تقريبا حفر هيدا التونيل ومد هيدا السك، يعني خلق هيدا الخط من القبيات لا بعلبك تقريبا قدي كلفتو عم نحكي؟ لك نحن بالجمعية بنتجنب نفوت بموضوع الكلفة إيه. لأجل الشفافية وخاصة نحن نحترم الاقتصاد والاستثمارات والاقتصاد الحر، وبالتالي نمنع أنه حدا يستغل أي رقم نحن بنعطيه ويدور حوله ويقول والله الجمعية قالت هيك وبيجي بيسعر بهذه الطريقة، يمكن انا سعر غلط بالجمعيه يجي على بكره يطلع سعر ارخص يكون حرمنا لبنان السعر الارخص. بس على كل حال بقدر اعمل بي او تي مثلا، فينا نعمل بي او، فينا نعمل بي او تي، فينا نعمل عده انواع من التريبل بي من الشراكه بين العام والخاص. ممكن كله ممكن حقيقه كله ممكن، وفي عده يعني في عده امكانيات
عندك options قدامنا أن نروح فيها. التمويل منه مشكلة، الاستقرار السياسي المشكل منه تقني، الاستقرار السياسي الشفافية حرية القضاء. إذا اليوم أنا مستثمر أجنبي أو مستثمر مغترب لبناني جيت على لبنان بدي استثمر بهذا النفق بين البيات وبين الهرمل، وبالتالي صار معي أي خلاف عند أي قضاء بدي ألتجي عند القضاء الخاضع لسلطة المجرمين الحرب. مشان هيك كارلوس قلت لك انه نحن بنينا حملة الانتخابية على هول الاثنين المدمكين الاساسيين، قانون حرية استقلال، قانون استقلالية القضاء والطبابة للكل. لانه اليوم في يكون عندك قضاء مستقل وكذا، بس اذا انت بتخاف اذا كسرت ايدك بدك تقعد تشغل 4-5 أشهر بس لتدفع فاتورة المستشفى. فاذا لأي مجتمع ليكون منتج اقتصاديا بده يكون مرتاح صحيا كمان. هيدا كان نرجع دايما وعن جد يعني حكينا بالكهرباء، حكينا بالماء، حكينا بالتعافي الاقتصادي والكابيتال، كلهم نرجع على نقطة واحدة. إذا ما في قضاء مستقل كل شيء عم نعمله ما رح يودي لمحل 100%. فنحن بنكمل بهذا الخط باتجاه بعلبك، بنكون ربطنا طرابلس بعلبك، ربطنا شمال لبنان الجغرافي ببعض البعض، بطلنا نقول بقع الشمالي، بطلنا نقول قلنا عكار، صار عندنا شمال لبنان حقيقي مرتبط ببغداد ومرتبط بسوريا. وبالتالي كمان منكون ربطنا بعلبك برياء بزحل اللي رجعنا، وكمان قدرنا رجعنا منا إمكانية خط اللي بيطلع من رياء على دمشق كمان أمني بيكمل عنا الخط تاريخيا كان ينزل من سعد نايل شتورة ويروح يروح على بيروت، ينزل على بيروت مثل ما انك شايف. نحن كمان اقترحنا تما نروح بالخط التاريخي اللي بيروح من عبد حمدون على صوفر علي، اللي هو كتير بطيء مع التقنيات مع التقنيات الحديثة اللي قادر يكون عندك انت امكانية نقطع بتونال. فإذا كمان هون مقترحين انه نعمل تونال بالجبل بيجي على الرحلة من زحلة على بيروت 12 دقيقة. واو على NBT يعني من شتورة هون على NBT ب 12 دقيقة. NBT ب 12 دقيقة. وبالتالي هيدا كمان مقترحينه بالمخطط التوجيهي. ومنكمل الخط يلي مقترحينه ولو منه موجود هو الخط اللي بينزل من تعنيل بر الياس، المرج، الخيارة، غزة، بيروح فيها وصولا لمرج عيون لجب جنين، وبينزل على النبطية من مرج عيون وهون كمان على الزهراني كمان بحين انه توصلوا جب جنين بالنبطية والنبطية ترجع صوب هون. هيكون عندنا بريدج اند تانل صغار كتير، يعني بتفوت بتانل يمكن 3 كيلومتر بتطلع ببريدج 2 كيلومتر. أوكي. لانه في عندنا طبيعة جغرافية متنوعة، وهون انا بتوقعه يكون من اجمل الخطوط جغرافيا لجمال الطبيعة انك تطلع على بريدج تتفرج على أودية وعلى نهر الجرمة وادي الجرمة وعلى تشوف القلاع الحلوة، وترجع تطلع من تنل على جسر وتصل على النبطية وتكمل باتجاه الساحل. حلو. من اجمل المناطق الحلوة. حلو. وبكون عملنا كلوز لوب، ربطنا لبنان التريتوار كله ببعضه البعض. شو ما صار عندنا كوارث، شو ما صار عندنا ازمات، اذا عندك 3 منافذ من الساحل الى الداخل، عندنا امكانيه الناس تبقى بقراها بمنطقه، عندنا امكانيه تشتغل وترجع، عندنا امكانيه انه المستثمرين يلاقوا مصلحه يروحوا يستثمروا بصناعات غذائيه، بصناعات رقميه، بعده انواع سياحيه وعقاريه والبدك بالمناطق البعيده، لانه صار عندهم امكانيه يتحركوا بسرعه. وفكينا الاحتكار بالنقل الجوي، مثل ما شايف مطار كمان ري وصلنا ببين بالخريطة، وصلنا كمان ايه انا ما انتبهت هون. يعني نحن هون بخطتكم هلا بيصير في 3 مطارات، بيصير عندنا 3 مطارات، وكل مطار بيروت، مطار رياء، ومطار وكل مطار وكل مطار عنده فانكشن، يعني كل مطار بياخد هوية من هون. انتم هون مقترحين، بس انا سألت عنه حدا بالجيش وقال لي انه كل شيء جاهز، يعني كله جاهز، المطارات كلها جاهزة. نحن قادرين 100%، نحن قادرين بمطار رياء، يعني الأفق تبعه كتير كبيرة. منا اللي عندك، احنا عندنا اليوم ما عندنا الطيران الخاص خطوط متنوعة بتجي على لبنان. يعني إذا أنت اليوم عملت مطار لخدمات VIP وأنت عندك سكك حديد، يعني بتنزل بالرياء بتصير ببيروت بعد 14 دقيقة. يعني أنت كأنك internal trip بالمدينة. فأنت مطار قادر تروح فيه على إمكانيات كتير بعيدة، وقادر صار عندك 3 مطارات فيك تاخد مطار. هون بده يكون في استراتيجية،
مطار للرحلات الرخيصة، مثل بعطيك مثل ببافوس بأبرز حدنا، بافوس مطار الرحلات الرخيصة، فيك تاخد بخمس يورو تيكت من الأردن على بافوس، وبتكون جبت سياح نوعية سياحة معينة. وبلارنكا مطار الأغلى كمان عنده غير مواصفات، فبالتالي نحن نكون نوعنا الخدمات، من خدمات تجارة إلكترونية، من خدمات شحن جوي، نقل ركاب متنوع. هذا ربطنا المطارات بسكك حديد. المرافق البحرية كمان هون يعني بيعيب الشوم، كيف أنه بيفكروا بطرق كتير زبائنية صغيرة، أنه عم نعمل مرفق سياحي بجونة. طيب إذا إجا الفيري بوت وقف بجونة وجيب لك 3000 راكب من اليونان، شو بينزلوا يعملوا بجونة؟ لوين بيروحوا؟ ما عنا إمكانيات التنقل ينتقلوا من جونة على ولا مطرح برا جونة، أنجا يمشوا بجونة. بينما نحن بالمخطط ربطنا مرفق جونة البحري بسكة الحديد، وربطناها إذا بتنتبه مربوطة جونة بالخط الكحلي، بالخط الكحلي وبالخط الزهر وبالخط الأحمر، يعني السائح عنده إمكانية يعمل كوميوتينج بين جونة والبترون، عنده إمكانية دغري ياخد يحضر مهرجان، يحضر مهرجان بطرابلس مثلا، أو يروح دغري على سياحة بقية بعكار، عنده إمكانية يطلع بعلبك. فبالتالي هالـ3000 نزلتهم قادرين بنهار واحد يروحوا بكل مناطق لبنان ويرجعوا ياخدوا فري بوت من عشية. يعني نحن قادرين هالـ3000 يتشاركوا بكل لبنان. وهذا أهمية نفكر بأي مشروع عم نعمله، نفكر بوطن، بمواطنين. ما نفكر انه انا والله عم جابني الوزير فلان او الزعيم فلان وانا بدي زبط له مراوح الكهرباء بمنطقة رضيه، او انا بدي زبط له الترين بمنطقة او جسر جل الديب هون لانه عندنا ناخبين لفلان لعلتان. فضروري نروح نفكر بعقياس وطن 100%، عقياس انسان. بس هلا بدي لك شيء قبل ما نختم. نحن هون كمان دايما بالحلقات ممكن عم نقول شو فينا، شو ممكن نعمل هلا immediately. هيدا المخطط بجنن ورؤية وفظيع وكذا، بس هيدا بده ياخد وقت لنطبقه. نحنا اذا قلنا خي بكره فتنا على مجلس النواب ونحنا بدك انت بدنا كينا نساعدك بشي، كنا عم نحكي انه اليوم السكة موجودة بكذا محل وفينا نعمل خطوط محلية، ما هيك عالسريع خدني فيها بالخطوط المحلية. اوكي، اذا وين بنبلش؟ اذا بدنا نحن، اذا نحن بدنا نعمل خطه قصيره المدى، متوسطه المدى، وطويله المدى. بطويله الامد بدنا نطبق هالمخطط التوجيهي اللي بوجنا، بدنا نروح نحدد الاولويات، بدنا نروح نحدد الشكل تبع التمويل كيف بده يكون، وبدنا اكيد يكون نروح بعمليه التلزيم ونقول حنبلش ان الناس في الخط الكحلي شايفينه اولويه او الخط الزهر. يعني هذا طويل الامد، وهذا بيتطلب من المرشحين ان شاء الله اللي بينجحوا. نحن مستعدين نقدم مسوده المشاريع القوانين يلي تبلش انه بالخطوات التنفيذيه لهالمشروع. ونحن حكينا جهات دوليه، طلعنا اجتمعنا ببريز بفريق سادر، اجتمعنا بشركات تمويل كبيره باوروبا، بالمانيا، بسويسرا، بعده دول، اجتمعنا مع عده جهات دوليه، مع الكل دون استثناء، اجتمعنا مع الصينيين، اجتمعنا مع الغربيين، ما ميزنا حدا، بحثنا عن مصلحه لبنان. الهدف كان من اجتماعاتنا كجمعيه نحط المشروع جوهره استحلوها تعوا تنافسوا عليها. ما بدنا نحن نلعب دور الحكومي بس، ولكن نحن عم نحرك هالمي الراكده. هذا المدى الطويل. المدى القصير هلا نحن عندنا مركب المزود بفرجينا ترينات الفيديو تبع تران الاس يو 45. نحن عندنا خمس مكانات تران بولونيه اس يو 45 بيشتغلوا على الديزل على المزود. هل الترينات الخمسه، وعندنا ترينات اثنين امريكيه جنرال الكتريك للشحن. هل الترينات السبعه نحن قادرين نعمل صيانة، وتواصلنا مع السفارة البولونية. كمان في عنا جمعية سويسرية مستعدة تتبرع بسكك بمعدات التركيب. ونحن لبنان اشترى بال2005 سكك حديد جديدة موجودة بمرفق طرابلس، وبشكره لسيد أحمد تامر مدير المرفق أنه بعده عم بيرعاها، بعده حاطط الحراسة عليها مشددة تما تنسرق، وخاصة بالأوضاع اللي احنا فيها. هيدي السكك كافية تنمد خط طرابلس العبودية، يعني خط طرابلس عكار، وبالتالي بيكون فرجنا أزمة كل العسكر. نحن بنعرف عكار خزان العسكر، ريحنا قيادة الجيش من هالمصاريف، أنه كل شيء بينزلوا من الضياع، بينزلوا بدل ما الباص يروح كل 80-90 كيلومتر بصير بينزلهم بس مش أكتر من قراهم إلى المحطات بساحل عكار، وبيستلمهم من ساحل طرابلس، بيقدر يكمل الباصات الطريق أسهل
نوعية الطريق أفضل وأسرع. وهذا الخط موجود. هذا الأرض موجودة. الأرض موجودة ما في عليها تعديل. بدنا بس نركب السكك. بدنا نركب السكك الجديد. والسكك يحن. والسكك موجودين. بدنا معالي الوزير والملف التقني موجود من 2014 بالجرور بمجلس الإمياء والأعمار. نحن مستعدين كجمعية وعم نتعاهد قدام الناس على الهواء ناخد الملف التقني يعني الشروط التقنية عندنا فريق من المهندسين ومنعمل بورد شراكة نحن ويهم يتأكدوا ويأمنوا وما منكلف الخزينة اللبنانية من مواطنين اللبنانيين ولا إيش وقادرين نركب الخط من طرابلس باتجاه عكار على تعبنا وعلى تطوعنا وعلى عمل التعاون وقادرين نجيب فاجونات جديدة كمان نحطها مع الفاجونات البولونية اللي بعتقد حنشوفهم بالفيديو هلا. وبالتالي بنكون عملنا اول خطوة من 1000 ميل انه هلا لانه الأزمة طويلة يعني ما بدي خوف الناس بس الأزمة عايشينها مع هيك مع هيك نوعية مسؤولين لا مسؤولين لحد هلأ ضيعوا 3 سنين مشكلة ما عملوا ما مش بس مشكلة عالمية بعد ما عملوا ولا حبة تنادول للبلد ما عملوا ولا علاج للبلد وبالتالي نحن قادرين نحقق أمور سريعة قادرين كمان نعمل خط سياحي بين رياح وبعلبك ممكن. بيكون في بالمحطات أماكن الكرة بتجي بتبيع منتجاتها البيتية الموني قادرين نعمل هال عالساحل وين في وين عنا عالساحل أسهل مطرح هو طرابلس عكار هذا لأنه الأسهل أهل طرابلس وأهل عكار وأهل المنيا مش متعديين نهائيا على السك صفر تعدي أوكي. صوب البترون جبيل جوني بيروت في شيء عنا إشكالية إنه نعبر بجوني بالوضع الحالي هي هلا الأرض لا الأرض موجودة بس الأبنية صارت متلاصقة وبتشكل خطر يعني بده يكون في كلفة تراجع بده يكون في كلفة تنزل بشيء ما يسمى cut and cover يعني بده ينزل نوع من أنفاق بس مفتوحة تما يكون في ضجيج وما تكون عم تأثر على السير وما تعمل أي خطر. هل أبنية متعدية على لا ما أنا متعدية بس مثل واحد غامر قال لك السكة ما بقى حتقطع من هون عمره ضارم ظهره للسكة بكرة بس يقطع التران وسريع بده يعمل فايبريشن بده يعمل صوت الناس بهالبنية حتعيش قلق أوكي. نحن لأنه كمان عم نفكر بالناس لازم ننزل بكت أند كفر قطش الجوني كت أند كفر قصدك يعني بتنزل تقريبا 3 أمتار عن 100% بيقطع التران من بيقطع التران بتاع عندنا القطش اللي هي ممكن سهل ترجع تشتغل هي دبي بيروت يعني للدورة ولكن وزارة الأشغال بدها يتراجع وزير الأشغال عن قرار وزير الأشغال السابق بال95 ويزيل الزفت عن أرض السكة عن ما يسمى اليوم الطريق البحرية المؤقتة وبالتالي قدرين نحط السكة ونترك سيرفيس رود للأبنية اللي طلعت بس ولكن قادرة الترينات ترجع تفتح بيروت باتجاه جبال هيدي حيوية فيها توقف بجوني كمان أكيد فيها توقف بجوني وفينا نقطع بجوني ضمن إجراءات سيكوريتي عالية يعني بده ينعمل براجات يعني بيكون في شوية كلفة هون بس نحنا بما يخص الجمعية درسنا خط جبال البترون 17 كيلومتر طوله درسنا حتى متانة الجسورة الموجودة هون بتوجه تحية للصبايا اللي اشتغلوا على هذا الشيء وهني عم بيشتغلوا للأسف بفرنسا عطول مزاريبنا لبرا عم بيشتغلوا على هالمواضيع الستركتشر هولي في عنا إمكانات نعبر من جبال البترون آمن عندنا إمكانيات طرابلس عكار آمن عندنا إمكانيات رياح بعلبك الهرمل وصولا للقاع آمن أوكي الإمكانيات موجودة ما بدأ إلا قرار سياسي بدأ قرار حقيقة ناس متحررين ويروحوا بهالمغامرة تنرد لبنان على السكة بسرعة برأيك ليش ما عم بيتاخد هالقرار لأنه مين متضرر منه كتار متضررين اول شيء مثل ما قلت لك ما بيفكروا على صعيد بلد انه شو جايين من طرابلس لعكار بقول لك انا تابع لشو عرفني حزب ببيع خضره بالاشرفيه هذا الحزب تبعي ما بدي اروح على على طرابلس عكار او شو جايني انا من رياق القاع رياق بعلبك القاع انا وزير بجنوب بالنبطيه بدي اشوف فاست وين على طول بيجي الوزراء بده ربح سريع لجماعته يعني بصيروا يبيعوا حكي شعبوي مثل للاسف وزير الحالي اول ما طلع جايينا 1000 باص فيك تراجع على اللي عندك على الجوجل 1000 باص تقدمي هبه فرنسيه عملوا منا بالون جماعته اللي عم بيمثلهم حزبيا صارت تزقف العالم هيدا وزير هيدا الكون هيدا مدري شو الصدمه الكبيره هلا جايينا 50 باص مستعمل من عملهم اعاده صيانه بفرنسا بدل ال1000 باص فبالتالي ما بيسوى
يعني مثل غلطة الرئيس سعد الحريري 900,000 وظيفة بالانتخابات 2018 صرنا العالم عم نغرق بالبحر بطرابلس لأنه بدنا مش ملاقيين نشتغل. يعني اليوم القائد الحقيقي هو ما بيحط أمال وهمية، بيحط إجري على الأرض بقول أنا قاعد هون وهذا الواقع بعرفه، بدنا كتف على كتف الناضل تنقرب لقدام مترين، ما بوعدكم باثنين كيلومتر بوعدكم بدو متر، قادر ننفذ بعطيكم دو متر وبرجع بوعدكم بدو متر، بننفذ أول مترين مع بعضنا بطريقة مقنعة جيدة شفافة صادقة، نكسب ثقة كل الناس، بتصير كل الناس تتضمن معنا بدل المترين، ساعتها نعمل مسافات أطول وأكثر. نحن اليوم إذا قدرنا نجحنا بتحقيق خط سكة الحديد بين طرابلس وعكار، أنا بعتقد أول فيكتوري أكتر، أول نصر وأول أول عملية بننجزها نوعية بتكون، ونكسب ثقة الناس ونكسب ثقة كل الجهات المانحة. أنا بعتقد قادرين نروح ننفذ كل الخطوط بكل لبنان من دون ما نحط للدولة اللبنانية تحط ليرة من جيبة الناس. ممكن، كله ممكن، قادرين ندد سوا لبنان على السكة. نحن عندنا عادة بممكن كل ضيف بنستضيفه بآخر الحلقة تبعه نهدي اشياء من الريسايكل جلاس يلي نحن منشيله من النفايات. رائع. وهيدا يلي كمان منساعد نفخين الازاز ومعامل التنفو ازاز انهم يضلون عم يشتغلوا ويضلون عم بيخلقوا حركة اقتصادية، وان شاء الله بيصير عندهم منفذ للتريني. يلي كنا نشوف الفيديو الاخير كمان الكوست لاين. هلا نحن رح نعرض الفيديو الاخير، نحن عم نسكر الكريديت. كارلوس نفاع بشكرك كتير، الحلقة كتير مميزة، اعطيتني امل لإلي. يعني انا بضلوا يقولوا لي انك انت انت حملتني مسؤولية كتير كبيرة، انه من ما يسمى نفايات قدرت صنعت تحفة. أنا بقلكم من ما يسمى انهيار قدرين نجعل منه فرصة كبيرة للبنان أخضر، للبنان عادل، للبنان مزدهر. الله سوا قدرين. الله يخليك. ماشي.